برصيد 10 نقاط. نمر سريعا على تشكيلة الفريقين. في تشكيلة البارسا إنياكي بينيا في حرس المرمى، هناك بالدي، إنيغو مارتينيز، هناك كوبارس، هكتور فورد، بيدري، رافينيا، مارك كاسادو، بالإضافة لفيران توريس وليفاندوفسكي ولامين يامال، هي الأسماء التي اختار المدرب هانز فليك في تشكيلة الفرقة الكتالونية. في تشكيلة ديبورتيفو ألافيس، أنطونيو سيفيرا في حرس المرمى، تيناليا إسبانيا، كرة منقولة من بيدري في لمسة ألافيس، لم يخسر في ملعبه، في السحر من رافينيو، هدف أول، هدف أول، لكن تسلل على لامين يامال، يشير الحكم المساعد الثاني في اللقطة الماضية، هل كان لامين يامال متسللا في الكرة الأخيرة أم أن نعم ربما سيغادر قدم لامين في توغل، لامين في محاولة مرور، سقوط، خطأ، صافرة تأتي من حال مباشرة، كرة عالية راسية، الله 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 الله، أهدافهم لا تنقطع، متعتهم لا تغيب، صدارتهم تستمر، هنا البارسا في رحلة عودة الأحلام من جديد، هكذا يقولون، هكذا يتغنون بعد هدف ملغي. رافينيا هو سر السعادة في البارسا هذه الأيام، أرسل كرة إلى ليفا، يامال يامال يا فنان يامال، يحاول لابس كرة نياكي بينيا، سي كرة منقولة وصلت عن طريق على بالدي، الحكم أعطى مبدأ إتاحة الفرصة، تصل إلى خارج الملعب إلى ركلة ما بيدري، ما زال لكن سقوط، سقوط من دون خطأ، الخطأ ما كان موجود، الكرة بتعود مرة أخرى في داخل منطقة الجزاء، خطيرة تأتي للركنية، كرة تلعب في القائم الأول، وجود انطلاقة سريعة، السباق على الكرة، بينما إنياكي بينيا بمبدأ التأمين والأمان حولها إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. هذا هو لويس غارسيا، فوز وحيد على برشلونة حينما كان مدربا في عام 2011 لفريقه ختاف بارسا لتأمين صدارته، كرة منقولة، ليفا سقط، لا وجود لخطأ، بينما كرة ترسل طولية، هناك إنياكي بينيا عند كرة يلعبها عالية، ليفا ليفا إلى بيدري، يحاول فيها بيدري في مسار، يمرر كرة في الطرف الأيمن، عرضية الآن ينقل كرة كاسادو، رافينيا عرضية خطيرة راسية، قتل، ماذا سيفعل رافينيو؟ البرازيلي لا يتوقف عن منح الهدايا للبارسا، لا يتوقف عن منح الهدايا لليفا، لا يتوقف رافينيا ابدا ابدا ابدا، ليفاندوفسكي في شباك الحق، هنا لدينا كره لفريق ديبورتيفو ألافيس، محاوله ان تاتي السقوط، يطالب من خلالها اللاعب عبد الرحمن رباش بوجود عملية دفع، لكن الدفع ما كان موجود في اللقطة. رافينيا 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 ضيع، لكن كرة من بيدري فقولة لمصلحة ألافيس، تصويبة لكنها بعيدة، ليفاندوفسكي وأهدافه، 9 أهداف لليفا، 9 أهداف لليفا، ليفا غولوفسكي الماركة ألافيس، محاولة واعدة لألافيس لكنها سهلة، أيضا من الأهداف بالدي يتقدم في محاولة، تدخل كان موجود في اللقطة الماضية، تيناغليا يتحصل على البطاقة الصفراء، تيناغليا الهاتريك، نعم 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 نعم، ليفا غولوفسكي على موعد مع هاتريك آخر، البولندي هنا يبرق، هنا يتألق، هنا يبدع، هنا يستعيد ذاكرة الأهداف، وليس فقط الأهداف، يستعيد ذاكرة الهاتريك والسوبر هاتريك والأهداف الغزيرة التي ملأ بها ملاعب أوروبا والعالم، مرة أخرى لمصلحة البارسا، هنا نقلة وبعد ذلك اعتراض، خطأ يصفر الحكم لمارك كاساد، يعني هدف في تخفيف ما حدث، عرضية الآن تأتي لكسية، هنا تأتي الكرة ما زالت تصوير، بيدري يا بيدري يا بيدري يا بيدري يا بيدري يا بيدري على تسديدة في لامين، يا لامين عرضية ولا أروع، لكن لامين سقط، رافينيا يقترب، محاولة مستمرة من الطرف الأيمن، عرضية الآن، هنا ليفا ليفا للسوبرات، عادت من رافينيا، رافينيا عرضية
جايليفا، لكن الكرة تحولت إلى خارج الملعب رمية تمام. من هذا اللقاء عرضية ترسل ممتازة راسية وهدف التقليص، هدف التقليص نعم لفريق ديبورتيفو ألافيس. من أول كرة خطيرة في شباك بينيا توني مارتينيز وما سجل توني مارتينيز من أجل أن تشتعل هذه المباراة ما بين الفريقين. بهذا الشكل أرسلت، بهذا الشكل عرضت، يلغى الهدف. مريرة فرصة التصويب ولكن ركلة ركنية، كرة تنفذ، الفرصة والتصويب ماذا ضعت يا بي. فينيا في كرة لمين 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 نسرو بولندا الطائر، فرصة الآن تأتي من أجل الأول بعد ذلك لمصلحة الفرقة الباسكية. عرضية خطيرة خطيرة ما زالت هذه جول، كان محظوظا البارسا في اللقطة الماضية. برشا حاولات، كرة منقولة لألافيس، تمريرة لك، كرة ممتازة إلى بيدري لمن؟ لامين يامال عرضية ترسل مصلحة فريق برشلونة، تمريرة بينية لكن السلام ما كان موجود بإشارة الحكم. التعاد أو التقليص من الطرف الأيمن لفريق ألافيس. منطقة اللاجزاء، كرة خطيرة، يلعب كرة إلى ليفا لكن خطأ كان موجود في اللقطة الماضية. بس فرصة من أجل التقليص، عرضية لأنت لامين يامال، عنده كرة ممتازة، نقلة تمريرة في الأيمن، عرضية داخل منطقة الجزاء، كيف ضاعت، لكن أيضا تسلل، وما أكثر التسللات في هذه المباراة تحديدا على فريق. بعد ذلك تمريرة خطيرة، تصويبة بعيدة إلى خارج الملعب. بويس كرة منقولة طولية، وصلت هذه الكرة من التصويبة من هذا المكان، لكن فينيا يتصدى. نعم في حرب انتدابات النجوم والتسديدة، الكرة إلى السفاتي صوب، بدري تابع، الكرة بتعود مرة أخرى في الطرف الأيمن، كوندي عرض، هنا تأتي استلام، تصويبة قوية لكنها بعيدة كانت الكرة. هنا لدينا كرة خاطئة، فرصة لا تأتي، غير محظوظ يا فاتي، ليفا يا ليفا. لمسة ممتازة بدري، جميلة كانت لكن ذلك للبارسا عن طريق ليفا 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 على تنفيذ رافينيا والتسديدة. بس كرة ترسل عالية ممتازة راسية وهدف، تسلل كم من تسلل في